مساء الخير يا حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كيرو الهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن الكبة دي، عطلانة بنحط فيها أي حاجة، مش بتلف ومش بتدعك أي حاجة. يعني على سبيل المثال لو جبنا مثلا طماطم زي كده، يعني الطماطم طرية مش ناشفة، مش هتحتاج قوة عالية عشان تلف بيها. على بركة الله يا شباب، هنجيب ادي 3 حبات من الطماطم او البلاطورة، حتى هنخليهم حبيتين بس، هنشوفوها تعمل ايه. دي الاول عشان تظبط الاكس في النص، وهنعمل دي كده، وهنوصل الكهرباء. شايفين مش قادرة تدعكهم، مش قادرة تلف بيهم، فكده ايه، بيلف على الفاضي زي ما شايفين، دائرة اهو. هنفكها ونشوفها مع بعض. اول حاجة هنشيل الكهرباء منها، هنركن ده، هنفكها من هنا يا حضرات، هنشوف المشكلة اللي فيها ايه. اول حاجة هنفك المسمار ده، وهنطلع ايه، طبعا هي فيها كليبسات كده تطلعها برفق، تطلع الكتلة كلها معاك. نشيل مسمار على جنب، طب انا هحلها عشان وقت الفيديو. هنسحب الكتلة دي كلها كده، وهنشوفه ايه المشكلة. الترس مكسور زي ما شايفين قدام حضراتكم اهو، الترس ده مكسور، هنغيره ونجيب ترس جديد. هنحاول نخلع الترس اللي فوق ده، وهنشوف اللي تحت دي، هنحاول نفرجه، هنفك البرغيين دول يا حضرات، نجيب مفك صليبة صغير شوية، هنحلها بالشكل ده. هنحل التاني بالشكل ده، كده ايه، هنخرج الكتلة دي كلها. ادي الترس العطلان، هنجيب واحد جديد بقانه ونركبه.
طبعا يا حضرات جبنا ترس جديد نفس المواصفات نفس السنان كل حاجة نفسها نفس السوق بتاعه ده برضي ده المقصور القديم وده الجديد كده ايه هنحط حتة شحم صغيرة كده في هنا حتة بسيطة خالص كده عشان يعمل عملية تليين هنركب ده هنا بالشكل ده ركب مكانه شغال زي الفل اهو على بركة الله هنقفل كده يا شباب بالشكل ده كده ربطناها تمام مكانه كده ايه بيلف بكل سهولة اهو بيلف بالموتور بالترس التاني اللي هو ده اهو برضه هنحط له حتة شحم صغيرة كده عشان ايه تعمل عملية تليين مش كتير يا دوب حاجة بسيطة كده 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 على بركة الله هنقفله زي ما كان هنجيب الجزء ده كده وهنجيب الألسي بتاعه ده ونخليه مكانه في الحتة دي كده زي ما شايفينها هنركب ايه الموتور بالشكل ده كده ايه اول حاجة هركب البلاستيك بتاعه اللي هو ده هنا واحدة تاني من الناحية التانية بالشكل ده بعد كده حضرات هنبتدي في عملية التقفيل بالشكل ده نثبته مظبوط لازم تريحه مكانه كده كده ارتاح المسامير طلعت من فوق هنجيب المسمارين بتوع اللي هم دول بالورادي وهنربطه ايه زي ما كان نجيب المسمار التاني ونربطه برضي بالوردة بتاعته اللي زي دي عشان تبقى زنق على الموتور ونربطه زي ما كان تقرب على الاثنين مظبوط كده كده تمام رجع على وضعه الطبيعي كده
كده انتهينا من عملية التربيط، هنقفله ايه؟ اول حاجة هنقفل السلك الكهرباء مكانه هنا، بالمسامير بتاعتنا عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو، انا هقفله وارجع لكم. هما مسمارين هتربطهم مكانهم هنا، كده قفلنا على السلك مظبوط يا حضرات بالشكل ده زي ما شايفينه قدام حضراتكم ده اهو، ربطنا المسمارين. كده هنقفل على بركة الله بالوضع كده، هنركب السلك الأول اللي هو ده، هنركب كل واحدة مكانها عشان ما يتعكسوش ما يلف الشمال معاه. كل واحدة لها كليبسة كده، دي ركبت هنا والتانية هنركبها هنا بس كده، ركبناهم مظبوط. كده هنقفل على بركة الله بالشكل ده، هنشد السلك لبره كده عشان ما يبقاش طويل جوه بالشكل ده. هنركب الأول دي بتاع الأوتوماتيك بتاعه، هنركبه هنا الأول بالشكل ده وهنقفل عليه بالشكل ده عشان يجي مكانه. أنا هقفله وأرجع لكم. كده قفلناه يا حضرات بالشكل ده، هنربط المسمار بتاعه اللي هو هنا كده يا حضرات. ايه عايزين نجربه كده، نركبه بالشكل ده كده، هنوصل الكهرباء عليه ونشوفه كده الاول. كده يا حضرات على بركة الله هنجرب، هنركب الكهرباء وهنشوف كده مع بعض شغاله. هنجربه بالطماطم مثلا، حاجة خفيفة مثلا كده يا شباب. بعد ما خلصنا على بركة الله كده هنجرب، جبنا 3 حبايات طماطم، مش هنقطعهم كتير، كل واحدة نصين بس كده عشان كبيرة مش هتنفع تقعد تخش جوه دي بالشكل ده بالشكل ده. بعد كده حضرات هنركب، هنركب دي الأول هنركب الكهرباء كده على بركة الله هنجرب. كده ايه شايفين، شايفين الطماطم بقيتيه. كده وصلنا لنهاية الفيلم، فالعجب الفيلم يا ريت تدوسلايك ويعمل اشتراك للقناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات.